يهز إليه بجذع النخلة فيتساقط عليه رطب جني فيأكل منه ويشرب معه اللبن فتقر عينه بمحصوله السنوي. غابات خضراء من النخيل تمثل لغة عشق وارتباط بين الماضي والحاضر، فحيثما يميل السعف يميل معه القلب ليعود بك إلى كل سمراء كانت تطر نخل السماوة. سنت البشر من صعد النخلة يحضنها يعني مثل ما تقول، شلون واحد يمسك ابنه أو بنته أو زوجته مثل ما تقول، ها يعني عزيز عنده الحضنها مات النخلة عز ما يكون صح، هو يتشل بيها بس هي معزة بينه وبين النخلة. أكثر من 100 صنف أهمها البرح والمكتوم والبلقة، كلها تشكل غابات نخيل تجري تحتها مياه نهر الفرات فتستمد حلاوتها منه لتكون على أشكال عذوق دانية، عذوق تمنى الجواهري أن يكون الصباح تحت ظلها. بينما يتوهم سعد يوسف نخل السماوة نخلا للسماوات، ها هو يصف بعده وغربته عن النخل حتى تمنح شمس القرى النخل غابا من الريش أحمر. اللي زرعناها في النخيل اللي احنا لحد الآن اللي وصلنا لها في آخر إحصائية هي بحدود 28,000 دونم، نسعى لإكثارها مثل البلقة والبريم والبرحي وحلوة حج عباس اللي هي تكثر في محافظة المثنى. كان سكان بلاد الرافدين قديما يعبدون آلهة النخيل ويزينون مدنهم وممرات معابدهم بالنخيل وسعفه، ويستخرجون من ثمراتها الخمور والدبس والخل، ويصنعون من سعفها وجريدها الآثاث، ومنخوصها الحصر والسلال، ومن جذوعها مادة للوقود وتسقيف البيوت، وكانوا يسمونها أنذاك شجرة الحياة. 1,000,000 نخلة عندنا في السنين الماضية، تجينا الطائرات وتعالجها. للأسف الشديد هذه السنين من 2003 ما تعالج هذه النخيل، ما تعالجت. كلما طرت سمرة النخلة السماوة يتساقط الرطب والحب، أما غابات النخيل في البصرة ساعة السحر فتشبه عيني حبيبة السياب. فالنخلة تمثل حضورا كبيرا في الذاكرة الشعرية والغنائية، حتى تمنى درويش أن يعلق بجدائلها على أن يخون الأرض والنخلة. من غابات النخيل في المثنى، خليل بركات، يو تي في.